سمعنا عطب بشكل اليوم. اليوم بلاتي دقيقة وانا معاكم ماشي معاكم لا انت ما اخذ راسك كويس لما لا كويس لما صافي كويس لما رجع معاه السلام عليكم افريكا صون الله يخليك ياك وعرفت الله يخليك واش كاين طريق معك مروان كنت جيت داك المره دفعت واحد لافونس واحد اي الله يرحم والديك الحمد لله بارك الله نتوما كاع بخير لاباس عليكم الله يجزيك بخير اما دوزي لي اما قول لي بعدا واش جا لو برودوي ولا مازال صافي واخا يا دوزي لي واخا واخا الله يحفظك واخا السلام عليكم سي طارق كيداير خويا بخير لاباس عليك كلشي مزيان الحمد لله عرفتي معاك شكون معاك بعدا الله يعطيك اخويا طارق قول لي واش ممكن داك الميكرو يكون في العشيه صافي غير وجدوا لي عفاك انا غندوز عندك ملي تحلو في العشيه شكرا عرفت عرفت انا ما نكونش قبل 3 صافي حتى ديك الربعه هكا شكرا اخويا الله يحفظك الله يحفظك السلام عليكم زكريا يكتب كومونتير قال لك الجاكيطه والفوتاي والوالده بلاتي نعيط للحاج قاد الحاله المدنيه الجاكيطه ديال زكريا الجاكيطه ديال زكريا قلت لك كاز يا زكريا ديك المره تلاقيت بيه بزقه قال لي لابسه جاكيطك قلت لك كاز جاكيطك ونجوا ديك المره قلت لي لابسه جاكيط راجلك قلت لك كاز ديال راجلك ديال دابا ديال صاحب راجلك عيط لها فيا قاد الحاله المدنيه عيط انا اللي خصني نقول لي يقاد داوي حيدك منا شوف شي كومنتار السلام خونا السلام خويا سعيد ما بنتيش البارح تسنيتك تبان في الحصه البارح سي انا خليت لك واحد الميساج ميسنجر تشوفو اوكي ان شاء الله يلا انا دابا غادي نتواصل مع فاطمه الزهراء ان شاء الله ونشوفوا شنو كاين وما يخلص طاقي فتيات القوه طاقي البنات خصها تجاوب دابا اخي خلانا البعلوك بلا نعاس طحت الدودة بلا شي الله يحفظه ويبارك فيه
خاصكم معنيه بالامر ما كتجاوبش. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هبه صباح الخير. قال لي امين راه كاينه عسى، قلت ليه دابا تفيق مع البافا خليها. فقتي مع الفجر؟ ما فقتي شحال؟ تقريبا 10 عاد الفطور بزاف. مسخوطة هادي غتبقى معطلة. ما كتجاوبش أم إخلاص كتسلم عليك. عليكم السلام نهيلة. الدبابة بزاف. إيوا ما عندناش ما نديرو صراحة. وعليكم السلام فاطمة الزهراء بخير. الحمد لله. شوفي من احسن حيدي الكيتعافك حيت راه ما كيتسمعش مزيان. ها دابا مزيان. كنقول هذه فين مشات؟ كتسمعيني مزيان؟ انا كنسمع صافي مزيان. كلشي بخير، الدنيا هانيه. هاد الساعة في أمان الله. ودائما في أمان الله، ماشي غير هاد الساعة. الحمد لله. هذا من فضل. الحمد لله. الحمد لله. قولي أختي فاطمة الزهراء حيت ما عندناش الوقت بزاف، مدروكين بصلاة الجمعة. بداي معايا من الأول، من الصفر. ولكن حاولي عافاك ما أمكن تختصري، لأن وديري في بالك بلي أنا ما عاقل على حتى شي حاجة من داكشي اللي كنتي كتقوليها من قبل. من غير انه عندك العاشق وعطيتك برنامج وكنشك في وجود مؤمن معك. يلا قولي. لكم السلام عليكم. متشرفين واخا ان شاء الله. قبل البرنامج كانت اموري على حسب الجانب النفسي يرثى لها. قبل البرنامج كان الجانب النفسي يرثى له، الحاله يرثى لها. اي بزاف، يعني كرهت نخرج، كنبقى ديما بوحدي الصمت، النفور من الدراسة، حتى شي حاجة ما مقدر تعطي لها من كل جانب. ملي كنت صغيرة، بلا ما نهضرو على الصغر، ملي كنت صغيرة كنت ديما مريضة. كنتي مريضة من الصغر؟ كنت ديما مريضة. وبحكم أنني ما كبرتش مع الوالدين، يعني كبرت في بلاصة أخرى، ولكن المهم ديما الجسم ديالي ما ديما مريض. نعم. الإنعزال، الشعور بالوحدة، الخوف، يعني كاع الأمور بحال هكا. بالنسبة للجسد كنعيا بدون، يعني كندير حتى شي حاجة. هادشي من الصغر العياء؟ يعني قبل البرنامج. قبل البرنامج. غير كان عندي أفكار انتحارية صراحة. كانت عندك أفكار انتحارية كاع؟ كان عندي أفكار انتحارية، ما كنتش يعني كنت هكا كنفكر، ما كانش عندي يعني الذوق ديال أنني نعيش. ما كانش عندك لذة الحياة. يلا سمعوا الناس الفضل ديال البرامج القرآنية. زيدي. قبل البرنامج كان عندي بقع في الجسد، دوك دوك البقع الزرقاء. البقع الزرقاء ديال العاشق. ديال العاشق اي. وكان عندي النوم الكثير، كنعس 24 ساعة على 24 ساعة، واحد النهار نعست يومين. دابا جلستي ارتاحي تبقي تنهضروا معاها. قلتي كنتي كتنعسي واحد المرة نعستي يومين. يومين كامل. ضربة الزيبان. شربتي البكية كلها وقيل. بالنسبة للاعتداءات هنا فاش غادي نعرف بلي راه عندي العاشق؟ هذه 5 سنين. هذه 5 سنين. فاش بانوا بزاف. فاش بانوا بزاف. ايوا من اولى باك. من لافاك. من اولى باك. من اولى باك. ايوا إيه؟ بالنسبة للأحلام قبل البرنامج كانوا دوما يعني. سمحي لي غادي نوقفك بلاتي، غنوقفك. الصغر ديالك قلتي كنتي مريضة ابتداء من اش من سنة تقريبا؟ من الصغر،
من الصغر من انتي بيبي من وانا دري صغير وديما يعني كان غوال ديما المهم بحال هكا باش انا كبرت مع جدة اكثر من الوالدين. كنت قلتي لي كبرتي مع جدتك ولا عمتك واقيله؟ عمتي ولكن في الصغر كنت مع جدة. الصغر كنتي مع جداك بعد عامين. واخا نشوف واحد الحاجه واحده اخرى. الوالدين واش كانوا مفارقين ولا مجموعين؟ كانوا مجموعين وكانوا بيناتهم مشاكل كثيره كثيره. نعم هما على قيد الحياه لحد الان متوفيين رحمهم الله. والدتي توفت ولا توفت 9 سنين شي عامين ولا 3 سنين. نعم والوالده كانت تعاني من شي مرض قوي؟ كان عندها فقر الدم حاد. فقر الدم حاد منين توفات؟ كانت حاملة. حامل حاملة حاملة كانت حامل. يعني اثر فيها هذاك فقر الدم بزاف و انتما فصلت الدم ديالكم او بلوس؟ ما عرفتيش غالبا. ولكن كانت زهرية. كانت زهرية كانوا كيشربوا لها الدم. كانوا كيشربوا لها الدم غالبا او بلوس. لو قلبتي غتلقاي غالبا او بلوس ولا ا بلوس. حتى الوالد كان عنده سرطان. كان عنده سرطان ايه صافي واضح واضح. اذا كاين الخدمة عليهم. كاين الخدمة عليهم. زين بالنسبة للأحلام قبل البرنامج كنت بلاتي. كنطير؟ بلاتي لا كطيري نيت كنضحك معاك. واش علاقتك مع والديك كي كانت؟ كنت ماما كنت كنقول لها خالتي. علاه؟ ما كنتش هذيك الساعات كنت ذكية واحد شوية ما كنتش متقبلها زعما علاش خلاتني. المهم علاش وديما كنسول وهذا. وانت لحد الآن ما عارفاش علاش خلاتك؟ ما كنسولش. ما كتسوليش علاش انا كبرت مع جده؟ ما عرفتش ما بغيتش نسول ما بغيتش نعرف. لاراده ارادها الله سبحانه وتعالى ليقضي الله ما كان مفعولا. عندك شي خوتك ولا انت وحيده؟ لا عندي خوتي انا الكبيره. وكبروا مع والديك ولا مع جدتك؟ هما كبروا مع والديا وانا كبرت مع عمتي. انت الوحيده الاخيره؟ انا الاولى. انت البكره؟ أنا الشرفة. ما شاء الله كعجيب. طيب مزيان يلا دابا قولي لي قبل من البرنامج كنت كتحلم راسك تطيري؟ قبل البرنامج كنت كنحلم براسي كنطير ديما في الطريق الليسي. في الطريق الليسي في الطريق في الشارع. نعم الناس كيتمشاو عليا وانا كنطير وكان حلم يقظ يعني واعية به. كانك كتحسي راسك طايرة. وكنت كنشوف ديما غراب اسود. غراب كيشوفني. اسود ولا مجليه بشي طريق. كنت كنشوف واحد المراه كنت كنشوفها في اليقظه ماشي حلم. وحده سوداء كنت عاودتها لك لابسه ازار ابيض ديما تابعاني في الخيال. كتبغي تقيسني ولكن كتحرق. كتبغي تقيس ولكن كتحرق. طاقتك قويه ما شاء الله. ما عرفت. نعم تبارك الله زين. الصباط ديما مجلي ليا في الطريق. الصباط ديما مجلي لك في الطريق؟ ديما كنلبس فرده وكنقلب على فرده اخرى. وكنت كنشوف واحد. سمحي لي نسولك واش كنتي عاقلة على اش من فرده كتلبسي؟ اليسرى مثلا؟ الفرده اللي كنتي كتلبسي في رجليك شنو هي اللي كتوضر شنو اللي لابسه؟ اليسرى اللي لابسه واليمنى موضره ولا شنو؟ ما عارفاش. مهم وحده لابسه وحده لا. اللي مضرة ما عرفتيش. اوكي زيدي شحال هادي. نعم زيدي. كنت شفت واحد النهار انني باقي عاقله على هذا الحلم صراحه. انني راكبه في طوموبيله بيضاء قبل برنامج هادشي راكبه وكنشوف راسي يعني في سن كبير بحال 30 عام ولا ما عرفت شنو. نعم كنشوف انني لابسه ابيض ولابسه طوموبيل وراكبه طوموبيله بيضاء غاديه للدار شويه حدا وراقاتي وهذا يعني غاده نطلع للدار. بغيت ننزل
لا بلاصيت شويه كيبانوا لي جوج طوموبيلات اخرين صغار من هذيك اللي تاثر لك بانيه. قلت راه عندي الصور في الدار ممكن نجيبهم زعما راه ديالي. نعم. ملي طلعت للدار ملي طلعت للدار ورجعت ما لقيتهمش كاملين. زيزي هاد كنت كنشوف وجوها كيقربوا لوجهي قبل البرنامج اليقظه قبل ما ننعس كنشوف بحال قابله من الجن تمية الناس ولا ما عرفتش شحال المهم كتقرب لوجهك بحال كيتحقوا منه كيتحرقوا من وجهك كيتحقوا ولكن كيتحقوا كيتحقوا ولكن الا مجليه ليهم ولا شي حاجه بحال هكا بحال كيقلبوا عليك مبحوت عنك زيدي وصافي التعطيلات كيف ما ديما امورها واضحين. تعطيلات فاش كان عندك تعطيل مثلا في الدراسة في العمل في الصحة فياش؟ عندي تعطيل في الدراسة نفور من الدراسة قوي بزاف دابا انا في لافاك راه ما حاملاش انني نمشي وديك الساعات الباك انا دوزتو غير بالسيف. نعم. ما كنتش باغي نقرا. نعم. منين بدينا البرنامج؟ بلاتي خلينا قبل البرنامج عاد نشوف وقت البرنامج و جربتي تخدمي وما تيسراتش اي مرارا وسبحان الله كيبغيوني في الخدمه وكيولفوني ولكن كاينو الصداع ما عرفتش منين كاينو الصداع وانا من النوع اللي صافي وكنشوف الحاجه صافي كنرجع منها ما عجبانيش صافي كنرجع من ابسط حاجه على مستوى الصحه على مستوى الصحه العياء الشديد بدون جهد العياء الشديد بدون جهد جملة موفقة العياء الشديد بدون جهد والله راه قلت لك خمول يعني ديما نعسة ديما ما فيا اللي خرج ديما الناس كيبغيو يمشيو لبلايص زوينين كيطرقوني فكنزر يلاه نخرجوا والو دابا نيت راه الوالدين دابا نيت راه عمتي مشات الصغيرة واختي الصغيرة راه كاينة عند خويا ولكن انا بقيت في الدار بقيتي بوحدك نفس الحاجة ما عرفتش علاش واش ولا فتوت من ديك الساعه دابا سبحان الله شكرا عجيب واخا قبل البرنامج كانوا اعتداءات وفي البرنامج كانوا اعتداءات بلاتي من غير العياء الشديد كاين شي مرض ولا ما كاينش الحمد لله شوف نقص ليا ملي هذه 5 سنين ملي جا العاشق مني جاي العاشر كان ساكن وقيلة منطقة الرأس عجيب إذا أنت ساكن الرأس واش أنت زورية عقل معرفت واش كانوا كيوسموك بالذكاء في الصغر أي كانوا ذكية بزاف كنتي ذكية بزاف الأسئلة ديما دايزة العمر ديالي الأسئلة ديالك فايتة العمر ديالك زورية العقل والله أعلم والعلم لله واخ 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 ما كنتيش كتحلمي براسك في مدرسة كتقراي كتحلي معادلات لا لا ما عمرك حلمتي بالمدرسة ولا الكتب ولا السكارة ولا شي حاجة عندها علاقة بالقراية حلمتي بالكتب ما عقلتيش يقدر يكون يعني كيفاش دايره كلمه بالضبط دابا انا كنحاول نقلب نعرف واش عندك واش اصابه اللي عندك هي اسحار من الجن والشياطين على زهرية العقل لان ما كتظنيش ولان علاش غادي تحلمي بشي وحدين كيجيو كيبغيو يتحققوا من وجهك كيجيو كيقربوا لوجهك يحاولوا يتحققوا منك تكررت شحال من مرة ديك الساعة على مستوى العلاقة ديالك مع الناس على المستوى العلاقة ديالي مع الناس المهم كنت مزيانة ولكن ما كتطولش كنتي مزيانة ولكن ما كتطوليش مع الناس بصفة عامة بصفة عامة ولكن الناس اللي معايا صراحة في الدار ديما صداع ديما صداع في الدار مع عمتك ومع ابسط حاجه غير مع دريه صغيره اختي صغيره عندها 9 سنين ابسط حاجه صافي دغيا كنتني باغي على التليفون ولا على صوب ليا فاطمه الزهراء التمارين ولا هذا ما بغاتش تسمع ليا صافي كنتعصب
طيب يلا اجي معايا دابا فاش بديتي البرنامج شنو وقع بعدا كنتي هضرتي معايا انا الى ما كانتش ذاكرتي تخوني كنتي دائما كتشمي ريحه المسك لا ما بين قبل ما نهضر معاك بشويه كنت كنشم رائحه المسك وفي البرنامج في الاول كتشمي ريحه المسك اييه زيدي ديك الساعات نفس الحاجه يعني تعطيلات ويعني في الجانب النفسي نفس الحاجه صامت يعني انعزال كاع الامور بالنسبه للاحلام هادشي في بدايه البرنامج هادشي في بدايه البرنامج في البدايه ديال البرنامج كانوا عندي تهديدات انني نحبس بحال اش فاش يديروا مثلا بحال مثلا واحد النهار كنت كنصلي وجاتني فكره انه الله معاك يعني غير كملي راكي في طريق مزيانه راه غادي ملي كنتي كتصلي جاتك فكره الله معاك راكي غاديه في طريق مزيانه شويه وانا كنصلي كنسمع هضره اخرى كتختلفها انه واخا غلبتينا راه ما غاديش نخليوك راه غادي نبقاو ديما تابعين اذا كتسمعي جوج اصوات بلاتي باش نشرح للناس تاهم كتسمعي جوج اصوات صوت تيقول لك الله معاك راكي غاديه مزيان وصوت تيقول لك راه واخا اديتينا الحجره ما نخليوكش واخا غلبتينا ما غاديش نخليوك غاديش نخليوك نعم زيدي ثم ماذا بالنسبه للاحلام ايه في بدايه البرنامج دائما كنت كنشوف العاشق ولا المهم واحد كيقول لي انا شيطان عاشق وكي ديجا عاودت هذيك اللي عقلتي واحد المره المهم خرج ليا من الظلام وانا غير حلم يقين قلت ليه شكون انت واش في المنام ولا في اليقظه حلم يقين يعني كنحس بحال الا بصح كتحسي بحال الا بصح قلت ليه شكون انت قال لي انا شيطان قلت ليه مزيان هو من بعد قال لي انا شيطان عاشق وكي عجبني هاد الهضره ديال اللي جبتيها لهم من بعد اسلوبي هذا متصرفين ومن بعد ماشي شيطان اصلا عايجيني هذاك زيد المهم داكشي اللي قال لي الوصف ديالي كان غليظ شويه وكان طويل المهم قال لي انا شيطان عاشق وكي قلت ليه ما ننصحكش اكاكاك ما ننصحكش تبارك الله شي القوه زيد قال ما جاوبنيش على هادي ما جاوبنيش قلت ليه علاش ما تسلمش قال لي الدين ديالكم فيه تخربيق شتي التليفون اللي بغيت نمشي سورة البقرة بغا ياخذو مني قلت ليه تسنى ما تقيسنيش حتى التليفون طفيتو وقلت ليه شنو دابا بغا يقرب مني وانا ندفعو فقط المهم قلت منين تدخل ومنين تخرج منين تخرج ولا مشى بحالو ولا مشى بحالو ولكن ديك الساعه كان برنامج قوي بزاف كان برنامج قوي اجتهدت فيه صراحه كنت اجتهدت فيه شنو عطيتك في البرنامج شنو كنت عاطيك في البرنامج عطيتيني المسك عطيتيني الزيت كنت عندي نيت انا حتى تمام والدهان بالزيت مع المسك اي وعطيتيني المرقيب صوره بقره والنور ايوا شربا واغتسالا ولكن انا كنت كنزيد كنتي كتزيدي شنو كتزيدي كنت كنزيد الدخان صوص الدخان الدخان سبع المرات ياسين كنت كنزيد ايات خريم تبارك الله والاستغفار هو اللي كنعاوني الاستغفار صحبي كاع الناس اللي مراد انهم يستغفروا قلت لكم كتنصحكم بالاستغفار عاونها بزاف اللي مراد يكثر من الاستغفار يلا زيد وقيام الليل كنمشي بزاف ما كنتش كنديرو بزاف المهم واحد المره شفت الجسد ديالي كله مكتوب شفت الجسد ديالك كله مكتوب طلاسم اذا هنا يتاكد ويترسخ الكلام اللي قلناه سابقا انه عليك اسحار من الشياطين والجن على الزهريه لان باش تشوف الجسد ديالك مكتوب
إما أن يكون الجسد قد كتب عليه أسحار، قد كتبت عليه أسحار في الصغر من طرف ساحر من الإنس، وهذا مستبعد لأن كانوا الناس يشوفوا، أو تكون عليك أسحار من الجن وهذا هو الراجح. وحتى جميع الكلام ديالك لحد الآن يدل على أنه ليس عندك من الإنس وإنما أسحار من الجن على زهرية العقل. احنا جايين يلا، احنا جايين يلا، تلاقوا في الطريق. عاود شفت مكتوبة؟ عاود شفت كتوبة صفرين على السلاسل والاغلال شي حاجه بحال هكا. تصنتي رقيه نعيم ربيع وشفتي راسك في مكه؟ شفت راسي في مكه، ومني غير طلع ورجعت، ماشي طلع ورجعتي. وملي رجعت، ملي رجعت كنت كنهضر مع بحال اللي كنهضر مع هذيك اللي فيا، كنقول لها ودي سميره يعني الله يقبل التوبه. وانت باش عرفتيها انثى؟ كانت انثى. باش عرفتيها؟ ولكن ديك الساعة هكا الحلم هادي غير بحال الحلم. بحال الحلم كتوعظي في أنثى كتقول لها سلمي. كنقول لها سلمي لله وهذا، وشوية قالت لي أيمكنك أن تصمتي؟ صدعتيني في راسي واش قدرتي تكتي؟ قالت لي ما كنفهمش اش كتقولي. بديت كنهضر بالهديجة، قالت لي في خاطري عرفنا ما كنفهموش مزيان، غير خلينا صافي. ملي جيت البرنامج كثر نعم، هنا كانوا تهديدات واضحة شوية، كانوا تهديدات واضحة. هاد المرات كان عيا وكان يأس. قبل راه كنت كنكره العبادات قبل البرنامج، ووسط البرنامج كان عندي ثقل في العبادات، وفي الآونة الأخيرة ولا عندي حب للعبادة. سبحان الله. إذا في أول البرنامج كانت تحسي بالعبادات ولا تقال عليك، ومن بعد الحمد لله ولا عندك حلاوة في العبادة. نعم، اذا هذا نوجه كلام للناس انه في الاول البرنامج جاك صعيب، اصبر وصابر ورابط، انما هي فتره كانوا تحرشات ولكن ما كيكملوش هادشي. بعد ايام البرنامج، بعد مثلا شهر شهرين 20 يوم 3 شهور شحال تقريبا، ما عرفتش تضمن من جديد تكثر في البرنامج، حيت واخا شديت البرنامج في الاول ما كنتش في الاول ما كنتيش غادي مذبذبة، لكن ملي شديتو البرنامج مزيان ما بقاش كيتمكن منك، ولكن الموسخ. نعم زيد. حلمتي بواحد خرج منك واحد؟ واحد شفتو، ومن بعد حلمت بشي حاجه كبحال القيح كتخرج من رجليا. القيح كيخرج من رجلي؟ هنا مشيت قلتها لك، كنت قلت لك انه مشيت درت رقية عند واحد الشخص. المهم درتها 4 مرات ولكن ما توفقش باش يعرف شنو عندي بالضبط. صافي وانا خديت بلاتي. مهلا رويدا. انا راه نسيت كاع بلي مشيتي عند شراقي. مشيتي قلت لك واقيلا، قلت هضرتي معايا قلت لك سيري عنده ياك. ياك؟ ايه واخا. مشيتي عندو 4 حصص؟ مشيت عندو 4 حصص. في الحصة الأولى كان ظهر أنو عندي طيار، كندير بحال الحركة ديال الطيار ديال الجناح، صحنيت كانو كيتحركو بواحد الطريقة. ومن بعد ملي رجعت عندو ما تلاتش ديك العلامه مني خرج هذاك ولا هذيك. مهم ورجعت عنده حتى هو ما عرفش شنو عندي صراحه، ما عرفتش شنو عندك. 4 حصص ما عرفتش شنو عندك. كنت صافي ما مجيتش بقيت. واش دارك تشخيص ولا لا؟ دارك تشخيص ولا لا؟ تشخيص على اساس انه عندي طياب. صافي دواء التشخيص تمحن مسكين. تشخيص دار التشخيص، قال لها التشخيص وعندك طيار. على اساس صعيب باش يعرف اللي عنده طيار. الطيار كان واضح من خلال الحركة الأجنحة والحلم أنك تطير، هذه تحتاج إلى اجتهاد. ما قالش كبلي عليك أسحار من شياطين على زورية العقل.
لا ما قالش لي عندي اصحاب من الشياطين واخا نجاوب سكينة، ما معنى القيح في الجسد؟ اصلا. مهم خروج القيح خروج الاذى، بحال البارح نهيلة اثناء الحصة البارح في رقية ابطال السحر، شافت ان القيح كيخرج من الجسد ديالها وخيوط صفراء كتخرج من الجسد ديالها وهي كتكب عليها هاد الرقية، فهو اسحار تبطل وخروج اذى. زيدي يلا. واحد النهار شفت حلم انني بحال انا وماما، المهم عمتي كنقول انا وماما، انا وماما في دار ماشي دارنا، وشويه يلا دخلنا للدار شويه كيبان لي شي واحد جالس حداها، قلت ليه شكون انت؟ هي ما شفتوش، قال لي ما نقول لكش، يعني تعجب حيت شفتو انا. قلت لي خرج، قال لي لا ما خرج. قلت لي ومني دخلتي دابا تحمل مسؤوليتك علاش دخلتي؟ هكا كنهضر غالبا، ماشي هي اللي كتهضر معاها، لان القوه ني غتجيب هي هذه القوه، هي انثى ني غتجيب هذه القوه باش تتكلم مع جني هذيك المره او من بعد، شي مؤمن ربما. زيد الفصاحه. نعم تكلمي كملي. انا حلمت تماما كيخرج منه القيح وانا اللي حيدته ومسحت وجهي. مزيان خروج الاذى، انا بزاف د المرات كنحلم بلي كيخرجوا لي جن من الدار ديالنا كنخاف منهم، ومن بعد كنبقى نقرا عليهم القران حتى كيهربوا، ومن كيهربوا علاش غتخافي؟ زيدي صافي. المهم شعلت لي التلفازه، درت القران وقريت عليه ايه الكرسي. واش كتسمعني؟ كنسمعك كملي. كتسمعني؟ كنسمعك انت، ما كتسمعينيش ملي تفكرت الحصص عن بعد ديال المهم. قلت لك قريت علي ايات الكرسي. دابا ما حدش سمعتيني. قريت علي ايات الكرسي، قريت علي ايات الكرسي وشويه بان لي كيتحرق وكيقول لي انا طير بغيت نخرج منين نخرج، كيقيس الحيط. ما بالفعل ما كانتش ديك الساعه فين يخرج، وحلف لي الباب وخرج. هذا حلم كان معقول. ماشي ما كنسمعش، ما كتسمعينيش يا فاطمة الزهراء. المهم كان لا دابا كنسمعك. اوكي قلت لك كان معقود. كان محبوس. دابا كنسمعك. كان محبوس. كتمشي لا كونيكسيون. غريب. دابا مزيان. قلت لك كان محبوس، كان محبوس والبرنامج تم اخراج له. تفضل. طيب وواحد المره عاود شفت راسي انه كنت كنتخنق وطلعت للسماء بحال الا انني مت وكان معايا شي واحد رافقني للسماء. مهم ومني ديك الرجعه باش نعم هذاك الطيار اللي كان عندك وديك واسمعي ديك الرجعه باش نعم كتسمعيني؟ اييه. قلت لك الطيار اللي كان عندك هو اللي جاك في الصوره ديالك انتي، انك تخنقتي وطلعتي للسماء ومتي وكان معاك شي واحد، هذاك اللي كان معاك هو المؤمن اللي كيعاونك، وتخنقتي هو اللي تخنق، اي الطيار اللي كان فيك. طلعتي للسماء ومتي، يعني هو خرج او مات. هايدك. طيب الحمد لله والعلم عند الله تعالى. زيد ولقيت هذيك الرجعه، فاش رجع لقيت الجثه بحال انا هزيني قبارة باغيين يدفنوني، المهم رجعت الجسد. إذا هو مات. زيدي. الله أعلم. نعم العلم لله طبعا، احنا كنحكموا غير بالغالب فقط. في هاد الأونة في هاد
في هاد الاونه الاخيره كنحلم انه عندي بحال كاينه في حرب مع العسكريه عقلت على هادي العسكر تابعين باغيين يقتلوني. العسكر تابعني وجوج مرات حلمت بها، المره الاولى ما شدونيش والمره الثانيه وقفوا عليا. صافي غير وقفوا عليك، غير وقفوا عليا. غالبا هما تابعين، فقت غالبا هما تابعينك وتابعين المؤمن اللي معاك. مادام كتحلمي بالعسكر تابعينك، العسكر جنود، اما ان يكونوا جنود الرحمن واما ان يكونوا جنود ابليس اللعين، فتابعينك انت. جنود ابليس؟ اي طبعا، اي انا كنتكلموا دابا كنشرح لك كنشرح لك المعنى ديال العسكر في المنام، عاد غادي نحطوه في السياق ديال داكشي ديالك انت، غيتبين ملي جنود ابليس تابعينك واقفين عليك، المهم انهم ما شدوكش. نعم، دابا عطيني شنو تبدل اخر. واحد شنو تبدل في الواقع؟ واحد المره عاود حلمت واحد المره عاود شفت حلم انه كبحال كاين معايا شي واحد في الدار وكيوريني واحد البلاصه في الحيط. ايوا هنايا فين كاين واحد السحر ديالك، هنا فين كاين السحر ديالك، هنا في الدار كبحال جالسه وهو كينعت ليا بصبعو واحد البلاصه في الحيط كيقول لي هنا فين كاين السحر ديالك. نعم. والمره اخرى كنشوف مره اخرى يعني شفت واحد قال لي بحرقه انه راه ها فلانه اللي دارت لك السحر وها اشنو دارت لك. شكون هاد فلانه؟ مو وحده من العائله. تشرفين. تشرفين. باقي انت على علاقه بيها؟ خير ان شاء الله. ولات كتخاف مني ما عرفتش علاش. تكون حلمات بيك، كتجي عندنا للدار بحكم العائلة ما عرفتش، ولكن ولات كتخاف مني. كنحس بيها انه كتخاف مني ما عرفتش علاش. بالنسبه للواقع تغيروا بزاف د الحوايج اكيد، يعني ولا الدين ديالي صافي في بعض الامور، يعني ما كنتش كناخذ قرارات مزيانه، كانوا يعني كنحاول نكون اجتماعيه اكثر بحكم ان اصلا كنت قبل اجتماعيه غير ملي وليت مصابه، يعني نقص داكشي ولا انعزال. دابا كنحاول ما امكن نكون اجتماعيه، واخا كنعشق الوحده كيعجبني نبقى بوحدي. ما خصكش بالنسبه لعلاقتي مع الناس مزيانه، ولكن باقي تعطيلات مازال، باقي تعطيلات بزاف. واخا نسولك واحد السؤال، ف كتيسرش ليا. واخا كتحسي بالجسد ديالك خفيف ولا ثقيل مقارنة مع الأول؟ خفيف، ولكن باقي ثقيل شوية، باقي الكسل، باقي الخمول، باقي شحال من حاجة. واخا الاعتداءات ما بقاوش، الاعتداءات ما بقاوش، البقع ما بقاوش، ما بقاوش. من غير الحلم ديال العسكر باقي كتحلمي بالجن ولا بشي واحد تابعك من غير العسكر؟ بالجن اخر حلمه حلمتها والبارح راه قلتها لك في اللايف، انه من صليت قيام الليل جوج ركعات بسوره البقره، وشفت من بعدها انه شخص عنده بطاقه من النور في يديه وقال لي هذه راه ديالك ولكن انا ما غاديش نعطيها لك. واخا سولتك واحد السؤال في لي كومونتير وما جاوبتينيش، شنو هو؟ فاش قلتي ليا قال لك هاد البطاقه من النور ديالك وما غنعطيهاش لك، واش قال لك ما غنعطيهاش لك ابدا ولا ما غنعطيهاش لك دابا حتى يجي وقتها؟ لا قال لي ما غاديش نعطيها لك وحبس، ولي غاصي تنبك محتاجينش لك. ومني
وانا تمشيت، راه المشكل حتى في الحلم ما تسوقتش ليه، تمشيت وتبعني عاود وقال لي، ماشي تبعني، جا قدامي وقال لي هاد البطاقه ديالك ولكن ما عندهاش. والله سرت نبك. صافي وفقت. قبل البرنامج، ملي كنت كنتبع اللايف ديالك حلمت بيك، قلتها لك وقيله. كبحال كانت كبحال صحراء، وكانت شجر، ماشي قبل البرنامج ولكن البدايه ديال البرنامج، كانت صحراء كبحال صحراء، وكنت انت وكنت انا في، كانت صحراء وكانت واحد الشجره ديال التين. نعم. وفيها الحياه، يعني في بلاصه ما فيهاش الماء وهي بوحدها اللي فيها الحياه. نعم. وانا وانت ما وانا ما محلم الاعراف. وغا قلت لك هكا كانت الحلمه غير حلم. لا وفهميني شنو غنقصد، واش انا وصلتك تما ولا شنو؟ ما عقلتش. المهم كانت هكا حلمه، كاين صحراء قاحله ياك، وفيها واحد الشجره هي اللي خضراء، كرمه ياك، هي اللي تقول الكرمه. لا ديال التين. لا ديال التين، ديال التين، ديال التين، ديال الكرموس خضر هكاك، شجرة ديال التين. وشنو انا شنو كندير تم بالضبط؟ واقف وانت شنو كديري بالضبط؟ غير واقفين. انا كنت واقفة كنشوف في ديك الشجرة شوية وانا نمشي وشتك وصافي نمشي. حلمة زوينة. لا في بداية ديال البرنامج ولكن سيدي خير ان شاء الله. ملي كتبعي معنا اللايفات باش كتحسي من الاول حتى لدابا؟ ملي كنتبع اللايفات في الاول كنت كنحس ب خنقة. ديما التثاؤب هذا بلا ما نهضروا عليه، التثاؤب في كل شيء، ما عرفتش علاش شنو السبب ديالو. كنت كنحس بانه يدي ديالي سريه كتصلب، يعني كتقصاح، ما كنقدرش نحركها. كيضرني راسي، عينيا، الأكتاف، ديما المهم كيخلي لي العيا. باقي لحد الآن؟ آخر مرة ديال البارح ما حسيت بوالو، حسيت بإحساس مزيان. ما حسيت بوالو، ما فكرتكم في والو. ما عندها والو، شكون اللي تيقول؟ ما عندها والو، فهمتيني؟ ما حسيتي بوالو البارح، عرفتي؟ عجبني البارح التعليق اللي درتي، لان البارح كان الجلد كان قوي، الجلد كنت كنقرا حصه الجلد كان قوي، وكنتي كتقراي وكتبتي لي، ما كنقرا معاك وانا فهمت شنو قصدتي، كنقرا معاك ودرتي واحد الابتسامه زعما راني ما حسيت بوالو، ما تصرعتش، لان لو فيها العاشق بديك حصه الجلد ديال البارح يبان ولو باني شويه، مات في السماء. قالت لك الحاجه مات في السماء. ما شاء الله، الله يشافيهم. امين امين، ويشافي جميع مرضى المسلمين. بغيت نعرف الى ما بقاش العاشق، علاش عندي التعطلات؟ علاش عندي التعطيل في كل شيء؟ واخ، اولا يقدر ما يكونش العاشق بوحدو، هادي واحد بريمو سكيمو. مش فكرتك سكيمو. يقدر يكون العاشق خرج، ويقدر يكون عندك المس الخارجي. ممكن يكون مس خارجي، يكون مس خارجي، ممكن يكونوا اسحار الشياطين والجن باقي مأثرة عليك. يقدر يكون الخادم اللي هو العاشق خرج، ولكن يقدر يكون الاسحار ديالهم باقي مأثرة عليك خاصة وقت، لان اسحار الجن قوية على اسحار الانس. ملي كيكون عندنا انسان زهري وعليه اسحار من الجن، راه كيتكلفوا به شياطين كبار، لكن الحالات اللي العلاج ديالها كيكون صعيب جدا، لكن الحمد لله انت معاك العوين والعلم لله سبحانه وتعالى. ما كتحلميش بشي راجل تيجي يعاونك في مثلا غتغرقي؟ حلمت ماشي حلمت ولكن شفت واحد النهار بالليل. كنت بالليل فايقه، وكنشوف شي واحد جالس انفاس معايا. لابس السيد، لابس جلابه ولابس سلهام ومتكي، يعني جالس وجلسه ديال
ودرت هكا وما لقيتوش. وعاوتاني مره كنشوف شي واحد كنسمع ولا كنحس بلي شي واحد كيصلي ورايا. ما شاء الله. اذا صافي كاين اللي كيعاونك، كاين اللي كيعاونك. كانت عندي رائحه المسك قويه. فاطمه الزهراء دابا ما بقاش الوقت بزاف الجمعه، عافاك غادي تمدي الا بغيتي ديري لي زيكوتور في ودنك ماشي مشكله، كانوا يسمعوا لك مزيان. غادي تمدي عافاك تكاي ولا غير الا ما كنتيش التليفون غير دير رصا مزيان. مثلا تكاي هكا على الحيط ايه، وتكوني هكا جالسه كيما جالسه انا، ورفعي التوحيد في يدك بجوج ان شاء الله. الله خويا كان غمضي عينيك عافاك، غمضي عينيك حاولي ما تحليهمش، ولا ديري شي كمامة وغطي بها عينيك. مجدا مجدا يا الله. هكا مزيان، ممتاز ممتاز. يلا جمعي النفس، النفس خالتي. بسم الله أولها وآخرة، يلا مرارا مرارا مرارا. الآن غتقول عفاك إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
فاطمة زهرة باش تحسي تقاتل كي تكيل الصوره كملي بحال هي بحال هي ضعيف بسم الله بسم الله حاولي تكملي بنفس الطريقة وأنا أقرأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فما شاء يستغيثوا يغاثوا بماء كالماء
مهل يشوي الوجوه 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 وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا لكنه الله ربي
ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وما كان منتصرا. وترى الأرض بارزة
وحشرنا وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب أولياء من دوني
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما شدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما واتخذ سبيله في البحر سرابا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة نصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك
وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن القرنين ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء بسرعة ناري تي لسرية بزاف يديك لسرية بزاف على اليمين يديك لسرية تقالت تقالت ودراتني نعم شنو يا اخر القلب عندي القلب من هنايا انا كلشي حتى اليدين ولكن نحسب الالم في القلب قلت بسم الله النور يجر الى اليد اليسرى بصح حسيت ما بقاش اخفف شويه على كجداد ممتاز وانا كنقرا ملي كنتي مغمضه عينيك ما شتي والو كنشوف بحال الطاقات ما عرفتش كي نشرح لك بحال دبدبات ماشي دبدبات بحال واحد الحلقه كتدخل كتولي لك حلوه وكتعاود تكبر وتولي لك فهمتي عجيب هذه وكتصغر حلقه من النور هذه وكتصغر هكا وكنقول شي كلام نسيت واش كنقول شي حوايج اخرى كتقول له اكبر من كل شيطان ايوا شنو اخر ما تقالش حاجه لداخل ديالك شي حوار شي خطاب ولا كان الخوف
الخوف؟ شكون اللي خايف؟ انا مناش خايفه هكا، حسيت بالخوف ما عرفتش اللول. ادريس كده الامور عندك زين؟ نسيت ما قلت لك حاجه قبل البرنامج. إيه؟ كنت كان عزيز عليا البحر بزاف لدرجه انه كنمشي ليه جوج مرات في النهار ولا اولى النهار ولا يوميا. بزاف بزاف العمال. اذا كاين الغواص واخا يكون البرد ديال الصح كان عزيز عليا، ولكن دابا لا، دابا لا، دابا ما بقاش صافي حيد لك. دابا شي 6 شهور ما مشيتش للبحر. سبحان الله شحال خير ان شاء الله. مهم هادشي اللي عندك دابا، هادشي اللي عندك دابا واحد الحلمه تقدر تفيدك بعجاله. يلا شفت اثناء البرنامج يعني غير الايام اللي فاتوا انه بحال عندنا عراضه في الدار ولا عندنا ولي ماكا وجاو عندنا. مهم خصني نمشي نجيب الخوف، الناس كيطيبوا في الدار وهذا، خصني انا نمشي نجيب الخوف. يلا حليت الباب بانوا لي جوج درجلاله هازين معاهم الخوف جايبينو ما كنعرفوهمش، لابسين بحال لباس ديال اليهود داك الطربوش وديك الكحله وهذا. وجاو كرهوني شان قلت لهم السلام، حليت لهم هذا السلام ما جاوبونيش. ماما هنايا قالوا ليها انا مشيت ما تسوقتش لهم تعرفو، وقالوا ليها انه بنتك عيانة يعني عندها ثلاثة د الحوايج ما عرفتش شنو هما، وقالوا ليها انك انت غتموتي قريبا في الحلم هي ما تسوقاتش هذا الكلام. وبقات كطيب، ملي سولتها قلت لها واش حلمتي بشي حاجة؟ قالت لي كنحلم انني كنطيب في الصباح وانا كان عندي حلم يعني بحال واقع، وهي بصح كانت في الحلم كطيب. وهي مريضه؟ ما مريضه شويه. باش عندها رماد، عندها رماتيزم، عندها كان عندها فقر الدم ما عادش باقي الا زهريه مصابه. مصابه. طيب خير ان شاء الله. غادي خصني نقطع دابا لان الظهر ما بقاش لي بزاف. طيب غيكون تواصل ان شاء الله وتنشوفوا ان شاء الله من بعد. باقا متبعه حاليا البرنامج طبعا ياك؟ راه ولما البقره والنور ياك الاغتسال والشرب مزيان 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 مزيان. باقا تديري الدهان؟ شي بزاف. طيب دابا نتواصل معاك ان شاء الله في الخاص ونحاول نرتبوا البرنامج ان شاء الله. صافي ان شاء الله. وراه ديما عندي نظم متنقي نسيت ما قلت لك. ماشي مشكل نظم متنقي ما كنتسوقش ليه انا. كنتسوقش. شكرا. يلا مرحبا. يلا الله ما يسهل. السلام عليكم دايما معنا. شكرا لكم جميعا. امين. الله يسر لكم الله يحفظكم. شكرا لكم. الله يجزيك بخير. امين واياك. يا رب امين امين. بارك الله فيكم. يلا السلام عليكم. انتم السلام عليكم.